مرحباً، شلونكم؟ شو أخباركم؟ طلب سريع، إذا عجبتكم الحلقة اللي فاتت مالت الكحل أتمنى ترعصون على الجرس on the top، سوون سبسكرايب. إذا قاعد عجبكم، أنا بشكل عام البلايليست هذه أقدم مقارنة بين منتجين، أسوي لهم تقييم من وجهة نظري أنا ومن استخدامي بشكل عام، وأغلبيتها برودكتس أنا أستخدمها على طول، وفي برودكتس توني شاريتهم وأبي أجربها معكم. المكياج لليوم أنا حطته استخدام فاونديشن راح نتكلم عنه، مع كونسيلر هم راح نتكلم عنه، وايد مسوي لوية بأمريكا عن التغطية الكاملة أو الكفرج الكامل. أتمنى أن اللوك عاجبكم. وايد أمور بسيطة راح أوريكم، كل آيتم أنا استخدمتها من المكياج بس أساس تعرفون طريقة شو اسمه أو شو الألوان اللي استخدمتها، مع الريفيو اللي راح نتكلم عنه منتجين. Let's go. أو المنتجين الأوليين اللي راح نتكلم عنهم ينضمون إلى خانة الترطيب أو السبراي، فيس سبراي. ترطيب الوجه بالفترة الأخيرة قاعد يزيد البرودكتس، لأن البشرة ما يكفيها بس الكريم اللي نحطه تحت المكياج ونطلع الجو نفس جونا احنا بالكويت او فترة الصيف، نحتاج الى رشاشات ماي ترطب وجهنا وتحافظ على بشرتنا. من اقوى الفيس سبريز اللي انا شخصيا استخدمتها اللي هو كلينيك الفيس مويستر سيرج، سووا منه هو عندهم منه كريم ترطيب، سووا من الكريم سبراي، وانا ما صدقت على الله يمكن هذا لي رابع سنة ما يطلع من الجنطة، وريحته عجيبة. واو، اوكي. البرودكت الثاني عندنا برودكت اللي هو مال ماريو باديسكو، زين، منزل لاين سكين كير في اربن اوتفيترز بامريكا. انا وايد احب اللاينز مالت التريتمنت والمكياج ريسنتلي. عندهم ميك اب ملك، وراح اسولف لكم عن ون اوف ماي فيفرت برودكت ملك اللي احطه على ماي تشيكس، على خدودي. هذا البرودكت ليش اتنشن؟ قلت ماي اتنشن، قلت اول شيء نفس لون الكلينيك، انزين. ثاني شيء مكتوب عليه وايت الوي فيرا اللي هو الصبار الابيض، بالاضافه الى ماي الورد روز ووتر. فما ترددت اني اشتري وجربته واشوف ايش كثر، يمكن توني ما صار له شهر ايش كثر مخلصته. ريحته عجيبه، وتحسين ان في مينرالز وفي فيتامينات على طول تسكر. شو اسمه، واحده من النقاط ان الفيس سبراي مو بس حق الترطيب، لكن يستخدم اوسو كمثبت، نقدر نستخدمه كمثبت للمكياج. واو، يا ريحه ماي الورد عجيبه. نرجع حق المنتج الثاني اللي احنا المفروض نتكلم عنه، وهو باي فاونديشن. باي فاونديشن شفتها بامريكا باعلان، تعرفون الاعلانات اللي تطلع لما يصير في برنامج حريم يشوفونه ويعطونهم كود وبعدين يسوقونه ويجربونه، فشون الناس تتصل تشتري نفس الكتالوج، افليت ماركتينج. شفته ويمكن قاعدين يتحكون عليه لمدة نص يوم، وايد ويوه وايد نماذج وشوز ايش كثر الكفرج. اذا تسألوني في تغطية 4K حق الكاميرات اللي احنا قاعدين نستخدمها، باي فاونديشن. وهي معه كيوت باي اندر اي. باي اندر اي انا مستخدمته الحين، وهذا انا مستخدمته الحين. مثل ما انتم شايفين الكفرج عجيب، ما حطيت وايد انصحكم في هذا، خاصة اللي يصورون وايد ويطلعون او اللي عندهم مشاكل بالبشرة يبون يخفونها، هذا وادعوا لي باي فاونديشن. اوكي، وهذا الكيوت اللي هو باي اندر اي، ودسم ثقيل، يعني تحطون نتفة وتخلطونه مع اي شيء ثاني، مثلا اللون البرتقالي او البينك اذا كان في دارك اي. اونكس نيو هايلايتر عجيب، لونه على بنفسجي شوي، انا حطيته الحين. اوكي، هذا الهايلايتر
رقمه 6 وشريته أنا الأمانة من أمريكا، بس الحين فتح عندنا بالأفنيوز، موجود NYX بأفنيوز الكويت وأفنيوز البحرين. وايد انصح فيه، كيوت وهاندي، وايد هاندي يعني جست ستيك، ما في لويا وربر وكذي، بس لازم ينفح عدل. حق حواجبي شنو استخدمه؟ استخدمه ماي بيست بس بيست تايم فيفرت ماك، اند اللون اللي انا وايد احبه اللي هو فيلوكس بلان راينر ديب برنت. ديب برنت يمكن اشتري بالهبل يعني وايد كميات اشتري، لونه بالضبط نفس لون حواجبي وشعري، انزين والثبات عجيب مو طبيعي. اتمنى ان يو لايك ات تو ماك ديب برنت. اوكي شنو بقى عندنا؟ البرايمر اللي نسينا نسولف عنه، انا البرايمر اللي استخدمه هو This is my favorite primer، لوريال نيود ماجيك. خيال 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 صدق عجيب. I know ان صار له فترة النوع اللي ماخذته انا medium to dark skin شوية على برونزاج بس flawless also، اليوم حطته تحت الفونديشن. الاي وما ادراك ما الاي، الاي كحل عادي، كحل ايلاينر العادي. الباليت اللي مستخدمتها ماي اول تايم فيفرت تارت، وتارتلت الصغيره اللي هي هذه البنفسجيه، الالوان هذه ما اقدر اعيش بدونها، ما اقدر اعيش بدونها لانها مات فيها يعني the darkest وفيها the simplest. انا مستخدمه هالالوان اليوم. اوكي مستخدمه العنابي ومستخدمه البراون ومستخدمه هذا بكثره وهذا كبيس وهذا حق اندر تحت الحواجب. اوكي ضفت عليه شغله صغيره هاللون، انا احب وايد العنابي او العنابي على بنفسجي، ضفت عليه هاللون بس اساس يعطي شويه سموكينس ويعطي اللون دبث. الماسكرا اخر نوع، اخر شغله بنسولف عنها الماسكرا ذا باتر فلاي سكالب مالت لوريال. هذه لما احطها احس اني بطير صج فراشه. It's so 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 beautiful. طريقتها السحبه هذه اساس ولا تزعلون. انا احب المكياج من يوم كنت بالابتدائي المتوسط، امي خالاتي حق العروس ورفيجاتي كل يوم اخربط عليهم العب بويهم احط لهم مكياج يطلعون وايد مستانسين. فاتوقع مكياج is something really يعني وايد مهم حق كل بنيه. في بنات يحبون ينحط لهم ما يحبون يتعلمون ويحطون، بس هو شيء طبيعي. اخر برودكت هو الهير سبراي، هذا الهير سبراي الخطير من تريزمي، وانا في ماي فيفرت براند حق الشعر. هذا النوع سموث انفيزبل هولد، انزين ريحته وايد حلوه، كومبرست مايكرو ميست. انزين شوفوا الافكت ماله على ماي هير، الحين حطيناه طبعا ريحه حلوه ما لزق وتمسك. شوفه اوكي نشيل هذه. last but not least اللي هو البودر مال الوي زائد انجلوت is the cover makeup compact makeup اللي انا حاطته. لاحظون شويه دارك، انا احب الدارك كومبلكشن اساس تعطيني التان لوك. اوكي انجلوت نمبر 45 از ماي جو تو كومباكت باودر اللي هو ينحط فوق ايش اسمه. ناو البلاشر شنو حاطه؟ بلاشر بلاشر من سليك ميك اب، سليك ميك اب اي اوردرت اون لاين بلاش باي 3. هذيله هما الالوان الخطيره اللي صدق ما اقدر استغني عنها، اقدر اخلطهم مع بعض اخلي نوع واحد. اوكي اوكي شوغرز، الشغله اللي حطيتها تحت عيوني لما خلصت الايلاينر والماسكرا كلها، هذا حطيت
من تحت عشان يعطيني شوية سموكي لوك، وهو عبارة عن بودر، وساعات أحطه بالكريست المنطقة هذه، أوكي، يعطي إضافة حق العين يبرزها. وهذا شريته من فيكتوريا سيكريت. شنو مكتوب عليه؟ لومينوس شادو فيكتوريا سيكريت، سو اتس شادو بس على بودر وعلى ستيك. حركات. هذا كل اللي عندي اليوم، اتمنى ان الحلقة خفيفة ولطيفة كانت. هذه ريفيوز على مكياجي الحين وعلى البرودكتس اللي انا وايد انصحكم انكم تشترونها. اشوفكم على خير، ولا تنسون الجرس.